الأمين العام هو السيد المستشار عمر مروان، وهو معنا على الهاتف. سيد المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة لميس، أهلا بيك. ماذا في هذا التقرير؟ فيه الكثير. أنا أدينا ملخص يا سيادة المستشار، وأنا عارفة أنكم عندكم مؤتمر صحفي الأربعاء، لكن يعني أطمع في كرمك. شوف يا سيادتي، التقرير عبارة عن مقدمة عن 30 يونيو. الطريق إلى 30 يونيو، إيه هي الأسباب التي أدت إلى 30 يونيو؟ ثم بيبدأ بقسم أول في التجمعات في الطرق والميادين العامة. عندنا أربع تجمعات، اللي هي طابعة والنهضة ثم الحرس وبعدين مسيرة المنصة. بعد كده يدخل التقرير على القسم الثاني وبيتضمن الاعتداء على الأشخاص والمنشآت. الاعتداء على الأشخاص والمنشآت بيبدأ بالكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم، ثم الإرهاب، ثم سيناء، ثم الجامعات، ثم السجون، ثم الأطفال والنساء. نعم. ينتهي التقرير بخاتمة وتوصيات عامة. التقرير أولا، هل أخذ وجهة نظر الإخوان يا سيادة المستشار، ولا رفضوا الإدلاء برأيهم في هذا التقرير؟ لا، شوفي، إحنا كنا حريصين تبقى وجهتين النظر أمام اللجنة. نعم. قدرنا نصل إلى وجهة نظر الإخوان، سواء من النفر القليل اللي إحنا استمعنا إليهم، أو من المسجونين من الإخوان، ومن تقارير المنظمات التي عكست وجهة نظر الإخوان. فكان قدام مننا وجهة نظر الإخوان. فزرتم الإخوان بالفعل في السجون. بعض مش القيادات، القيادات رفضت إنها تتقابل اللجنة، لكن الصف الأخير هو اللي تعامل مع اللجنة. زي مين مثلا يا سيادة المستشار، لو ممكن تذكر لنا؟ هم يعني بعض المحبوسين في قضايا رابعة والنهضة، اللي هم، لكن القيادات رفضت التعاون مع اللجنة. طيب، ايه المعايير اللي انتوا اتخذتوها؟ يعني معايير العمل، اشتغلتوا ازاي؟ ايه طريقة عملكم يا سيادة المستشار؟ طبعا احنا طريق، ما دام تقصي حقائق يبقى لازم نسعى الى الحقيقة وكافة، الحقيقة وبس، مفيش حاجة تانية. فكن الحقيقة عشان نجيبها لازم ننزل لأرض الواقع، ما كناش بنقعد في المكاتب. صحيح. ونقول الحقيقة تعالوا لنا، لا، كان في مجموعة من خيرة رجال القضاء نزلوا بنفسهم لمواقع الأحداث يجيبوا المعلومات من الناس اللي شافوها بعينهم وعاشوها. فالناس تعاونت في البداية، كان التعاون محدود، بعد كده كان بقى في تعاون كبير من الناس، وديتنا فيديوهات وديتنا تسجيلات وديتنا شهادات قيمة جدا جدا. الحاجة الثانية ان احنا لازم نتأكد من كل معلومة بتجيلنا، ونتأكد من صدق التسجيلات اللي عندنا. طبعا. يعني دي اجراءات فنية، كنا بناخد الفيديو نعرضه على حد متخصص يقول لنا ده متفبرك متركب ولا سليم، ولا يعني لازم نعمل شوية الاجراءات دي عشان قبل ما ناخد بالتسجيلات الواردة في هذا قلنا برضو لازم لما يبقى في شهادة لازم نتأكد هل هذه الشهادة متواترة من أكثر من طرف ومن أكثر من حد ومن فئات مختلفة، سواء ثقافية أو عمرية، ونبدأ علشان نصل إلى حقيقة ما حدث بالضبط. نعم. هل طب ملف فض رابعة والنهضة، هل إيه المثير فيه، أو فيه إيه نتيجة وصلتوا لها يا سيادة المستشار؟ لا، المثير بقى ده يوم المؤتمر عشان ما نحرقش المؤتمر. طب يعني ادينا خبر واحد، ادينا اكتر جديد. هقول لحضرتك، في جديد، في جديد، وفي الحقائق ومستندات وتسجيلات، في مش كلام، يعني ما فيش حاجه في التقرير معموله عن كلام مرسل. لا، اي كلمه مكتوبه في التقرير فيها سند، من غير سند ما كناش بنكتب كلمه. واعتقد هل في كمان، اعتقد في جزء عن التحريض على الاعلاميين وما الى ذلك، اعتقد في الارهاب، واعتقد ان سيادتك حاضره فيه نصيب. ليه نصيب؟
يعني اولا انا اسمح لي ان انا اشكركم على هذا الجهد الجيد، انا اللي انا كنت شاهده على جزء قصير جدا منه، وكنت عارفه قد ايه ان انتوا بتتعبوا، يعني عدد القضاة اللي يعني بذلوا من الجهد والتعب والوقت، يعني كانوا ما بيشتغلوا اراوند ذا كلوك زي ما بيقولوا، بيمكن ادوات ووسائل قليله جدا، لكن الحقيقه شكر واجب ايا كانت النتيجه. انا ما اعرفش يعني فعلا اتطلع ليوم الاربعاء كي استمع اليها، بس عارفه كمان ان انتوا توصلتوا لحاجه في تفجير خط الغاز يا سياده المستشار. كل شيء، حتى سينا اترصد فيها كل شيء. وانا بس قبل ما انسى احب يعني اشارك سيادتك في شكر زملائي في الاعضاء الامانه الفنيه، سواء كانوا من القضاه او من الاداره، ومعانا برضه تعب كبير. وعايز برضه اوجه شكر لقناه سي بي سي وقناه المحور، قناة اون تي في، على تعاونهم مع اللجنة. ده اقل شيء نقدمه يعني لجنة محترمة زي لجنتكم، بتحاول ان يعني تكشف الحقيقة، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له، الحقيقة. ننتظر ان نسمعها بتفاصيلها يوم الاربعاء المقبل عندما تعلنون عنها في المؤتمر الصحفي. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار عمر مروان، امين عام لجنة تقصي الحقائق 30 يونيو، التقرير في 800 صفحة، 14 ملف، فيديوهات، ملفات، يعني شيء ضخم جدا.